عام وأنتم بخير يا أحلى متابعين. سوريا فيها محافظات حلب وأريحة، بلد مشهور بكرز الوشنة اللي هو حامض كتير على حلو، هو المشهور بالعالم كله. منعمل فيه مربى ومنعمل لحمة بكرز، هي عبارة عن حامض ولفان. رح نعمله وصفة رائعة ورح أقلك البديل. البديل ممكن أي كرز أميركي تستعمليه. هلأ بقلك شلون رح نبدأ. نحن بموسم مونة الكرز منجيب هالكرز، منفقشه، منطالع العجو تبعه. ممكن تقيميه بالفريزر كما هو، وقت اللي بدك يا بتحضريه مثلي، وممكن تحطي السكر وتقيمي. مفقش وخالص، هاد رفعت جزء من الكرز على جنب بدي أزين فيه، والباقي حطيته بخلاط الكوكتيل وحطيت نصف كوب سكر بدي أخلطه على الخلاط. إذا كنتي بدك وقت المونة تعملي، اوعك وقت بيكون فيه عجو ضربة وبتوقفي لأنه بمرمر معك وبتكسر العجو. أنا هون خلطته مباشر لأنه ما فيه عجو، عصرته بهالشكل. وهالحتمول هاد بستفيد منه أحلى شراب. حطيته بالطنجرة وحطيت الكرزات، حبات الكرز اللي شلتهم على جنب، وبحط ملح هلأ وبدوق درجة الحلاوة تبعته لأنه أنا حطيت نصف كوب. دقته حسيت ناقصه قمت حطيت معلقتين وبرد بدوقه بشوف درجة حلاوته. إذا حلو كتير، إذا الكرز أميركي عندك مو أصلي، رح تحتاجي عصير ليمون، بتحطي عصير الليمون وبتعدلي درجة الحلاوة. هذا المقدار 3 أكواب عصير زائد 3 معالق. أخذ معي نصف كوب سكر زائد 3 معالق. رح أحط الملح وأحطه على النار يغلي وأعدل درجة الحلاوة والحموضة. هلأ بدي أعمل الكبابة. نحن بحاجة لكبابة ناعمة من دارا دورين، اسمها كبابة مدهنة. الأسياخ خشبية ببردة بتلج، وبحط ملح وبهار للحمة وبحطها بهالشكل كرات. أنا بدي أخذ طعمة كبابة كأني مشوية على المنقل، بس عملتها طريقة منزلية. بعبي الفخارة مي، بدي أحطها بالفرن مشان تعطي رطوبة وقت الشواء. حطيت خبزة وحطيت السلوفان وحطيتها بالفرن. هلأ بدي أضبط الخبز اللي بده يكون قاعدة لهالوصفة. الخبز عبارة عن مثلثات، بدي أحط طرف اللي بيشرب المرقة بهالشكل والأملس تحت، لأنه إذا حطيتيه على الأملاس ما بيشرب مرقة، ونحن بدنا يشرب مرقة الكرز. برتبهم وصاروا جاهزين، وبدي أراقب الكباب الموجودة بالفرن. بطالعة وبتفقدة، وبنفس الوقت مرقة الكرز بدي كمان أتفقدة بدوقة. يا ترى إيش ناقصة؟ ناقصة ليمون؟ بحط يا ترى كرزي أصلي ولا لا؟ هلأ أنا بدي أحضر، بدي أعطي طعم الشواء المنقل. إيش دا أعمل؟ بجيب سلوفاني بعملة مثل صحن، بحط معلقة زيت أو سمنة أو دهنة ما بتفرق. هلأ شوفوا إيش نعمل، ناخد طعم الشواء كأني الكبابة مشوية على المنقل. بحط الفحمة على النار لتصير جمر، هي الفحمة الأرجيلة. طالعت اللحمة ده استفقدها أنا، شلت الكرات اللحم حطيتهم مباشر على الدهن اللي نز منه، لأنه بدي أكمل شواء لسه ما استويت على المزبوط، ما أخدت شواء صح. رجعت على المنقى على الفرن، أخدت استواء مزبوط وشلت رفعت الخبزة طبعا. هلأ شوفي إيش نعمل، حطينا هالسلوفان اللي فيها زيت أو سمنة أو دهنة، بشيل الفحمة بحطها فيها، رح يطلع دخنة. بكون محضرة سلوفاني بغطيها بخفة وبتركها بس 10 دقايق، باخد طعم شواء اللحم على المنقل. تمام، باربيكيو نظامي، لأنه بصراحة اللحمة بكرز ما طيبة بلحمة مقلية وتحطيها أبدا. اعملي هالطريقة وجربي ودعيلي.
شايفي هالصوص اللي نز من اللحم، هذا اللي بده يعطي الطعم الطيب للمرقة الكرز. بشيله وبحطه فيها وبتابع التسبيك، وبعدين بشيل هالكرات الكبابة بحطها فيها. بعد ما تغلي 3 دقايق بزبط درجة الحموضة تبعتها، بحط براس المعلقة قرفة، ربع معلقة صغيرة، وبحط بهار حلبي. دائما استعملي مقدار الأحاسيس وهو مقدار التذوق بهالأكل بالذات. أنا عم بعطيكي أساسيات، بس رغم ذلك عملية حسب ذوقك. أنا جوزي هلأ بعد ما حطيت هذا السكر بحط كمان، بس أنا عم بعطيكي الأصول. إذا شفتيها حلوة بتحطي، بتعدلي ليمون، بجوز انت كرزك تجيبي كرز امريكي، بجوز تجيبي مربى الوشنة الموجود بالسوبر ماركت تعملي لحمة كرز. لقيت ناقصة ملح حطيت ملح، وما تنسوا تحطوا السائل اللي نزل اللحم. هلأ بدوقها على المزبوط وبعدل الطعم اذا ناقصة شي. ممتازة يا صبايا، ممتازة. هلأ أنا بحاجة لصنوبر ومعلقة صغيرة سمنة. وطبينا هالصنوبرات على نار كتير خفيفة لأنه بسرعة بيتحمص الصنوبر، هو رح يعطي طعمة زائد حرارة وسخونة. الخبز منقطعه بشكل مثلث، البوز لفوق لأنه بنتنى هالمثلث وبيتاكل بالعشرات، ما بيتاكل بالمعلقة. هالوصفة بتتاكل بالعشرات وغموس. وصفة مميزة، حلو وحامض ولفان، وحتى جنبها فليفلة حدة، وفعلا ولا أطيب. عطيتكن البدائل، ممكن كرز الشامي نفسه نعدله بزيادة حمض الليمون لناخد طعم كرز الوشنة، وممكن مطربان مربى من السوبر ماركت كمان تعملوا هالوصفة. منزلة وصفة قديمة عطيت البدائل للمغتربين، جربوها ما بتندموا فعلا ولا أطيب. طبق بشهي. هلا صبية شاب عين الخالق.